عميد نضال، يعني أطلب منك أن تضع لنا سياقا طبيعيا من الناحية العسكرية لكل ما يدور على الأرض. كيف تفكر طهران؟ كيف سيكون هذا الرد القاسي والشديد مقابل ما حدث على أراضيها، وفي نفس الوقت لا يقودها إلى مواجهة شاملة؟ وهذه التحركات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحسب ربما لمواجهة، ولكنها في كل الأحوال دوما ما تقول وتدعي أنها لا تريد هذه المواجهة. يعني أعتقد أن الرد الإيراني أصبح محسوما، يعني كقرار سياسي واستراتيجي على مستوى الجمهورية الإسلامية في إيران، بالتنسيق والتضامن والتكامل بين كافة عناصر محور المقاومة، أن حزب الله اليوم في لبنان، المقاومة الإسلامية واليمن والعراق يدخلان في هذا السياق في رد متكامل، لأن كافة هذه القوى أصبح لديها ثأر كبير من الجيش الإسرائيلي من خلال الاستفزاز، بالاستفزازات التي قام بها الجيش الإسرائيلي، جيش العدو الإسرائيلي على كافة هذه القوى، يعني ضربة الحديدة وضربة الضاحية الجنوبية وضربة طهران وضربة جرف الصخر في العراق. اليوم الآن قد يعني بدأت التحذيرات الواضحة لهذه الضربة من خلال إسقاط المنطاد منذ قليل في على الحدود السورية العراقية، منطاد تجسسي أمريكي الذي قادر على يعني كشف المقذوفات من أماكن بعيدة. من خلال سياق الضربة، نعم، أن انزلاق المنطقة بعد الرد الإيراني أو جبهة محور المقاومة بشكل عام على الكيان الإسرائيلي هو منوط بمسألة نجاح هذه الضربة أو فشلها. فنجاح هذه الضربة سيوقف الحرب، أما إذا فشلت هذه الضربة من خلال الغلافات التي تقوم بها القوات الأمريكية اليوم والقوات الحليفة لأمريكا في المنطقة إن كانوا عربا أو بريطانيين بطائراتهم وقدروا على إيقاف هذه الضربة أو التخفيف من إمكانياتها، فهذه المسألة ستنعكس على انزلاق المنطقة بكاملها في حرب لا يحمد عقباها على كافة المستويات، إن كان على مصعيد جبهة محور المقاومة ستكون قد خسرت الكثير، ولكن ستكون بالمنافق بال يعني بضرب ستقوم باستكمال المعركة مع الكيان الصهيوني، وحتى الكيان الصهيوني نفسه هذا العدو سيخسر الكثير، إلى حد أن قدرة هذه الجبهة قادرة على تفكيك هذا الكيان من أساسه. ولكن المسألة بدأ يعني تذهب باتجاه اللا ردعية، يعني لا أحد يرتدع من أحد إذا فشلت هذه وهل الطرق. في الحسابات الإيرانية عميد نضال، هل في الحسابات الإيرانية أنه ربما تكون إسرائيل ذاهبة إلى ضرب مزيد من الأهداف على الأراضي الإيرانية، على اعتبار التقديرات التي تشير إلى أن نتنياهو عاد من واشنطن ولديه ضوء أخضر؟ نعم، يعني استهداف طهران ليس بالمسألة المسألة العادية كاستهداف أي منطقة أخرى في هذا العالم. التهديدات أو الصراع ما بين إيران والكيان الصهيوني المحتل بدأ منذ 79، ودائما التهديدات يعني على كافة المستويات في كافة الظروف، ودائما كان يسعى الإسرائيلي إلى ضرب المفاعلات النووية الإيرانية على شكل ضرب المفاعل النووي في العراق في حقبة صدام حسين بالثمانينات. هذا السياق أن عندما تدخل القوة الإسرائيلية وتقدر على اختراق طهران ودون أن يردعها الجانب الإيراني بضربة قوية وقاسية وحاسمة في هذا المجال، فيعني ذلك أن الاختراق الذي حصل في طهران اليوم سيحصل بالمرحلة اللاحقة مباشرة على المفاعلات النووية الإيرانية، وربما على أهداف حساسة وذات قيمة عالية أخرى كمصانع الصواريخ وغيرها.